السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي ليك اليوم حنبدأ معكم المحنشة. نشكر معكم قبل ما نبدأ الأخت مدام آمال، نشكرها نقولها بارك الله فيك على هذا الديول، شانوهم من وهمة وبطبع. هنا نبدأ معكم طريقة الأولى، راح ندير أن موديل ومن بعد الوحدة بكلة حنبدأ. ولا درتها وحدها ومن بعد زدت واحده اخرى ولحقت ربي نسيت ما وريتش كيفاش نديرها ليك. هذه هي كي كنت نكور فيها ولا غنسيت ما وريتش. هنايا راني درت زوج، هذه قدام هذه باش ندير حبه تجيني بطبع تجي شويه كبيره. هنا هذه المحنشه راح نديرهم في ليمول ونقليهم هكذاك، ومن بعد شوفوا الطريقه كيفاش درتهم وشنو. كي نبدا نكور فيهم نزيره، لازم يتزيروا باش يجوا متحوفين ويجوا موسمو. ديجا المحنشه مكاش اللي ما يعرفش المحنشه، ديجا كنت درتهم في الوصفه واحد اخرين حنا حكمهم بليكور دون، مي هاد المره درتهم بالفليمول باش يجوا مستويين بيان. حبيت نقول حاجه وحده برك على الديول، كيكونوا ناشفين تحسوا باللي الديول تاعكم جاوكم ناشفين وما تقدروش تواسوهم كي تكوروا فيهم يتكسروا لكم. هي تعرفوا واش ديروا؟ كي تشدوا القدره تاع الماء بالكسكاس، هذيك التفويره هذاك التفوار اللي يطلع ديري هكذاك، شديها بيدك وديريها بك فوق هذاك التفوار، تعرفي تولي تقولي دوك اللي شريتيهم، وان شاء الله نفيدكم في هذه. وهاي ديك الطريقه كيفاش ندير، شوفي نكورها بيان بيان، لازم تجي مزيرها. وانا كنت دهنتهم كاع بسمن مدينة توجور فوالا هكدايا. شوفوا الديول تاعها ما شاء الله، وعندهم دو جوغ ملي عطاتهم لي يسمى دو جوغ، وشوفوا مازالهم انتاكت يعني ما شاء الله، الله يبارك. هنا نبدا نكور مع الاول، ومن بعد نولي كي نبدا نكور هكذا فيهم نبدا نشد هاد الغيبون الاخراني هو اللي نبدا نمشي. هذيك دوك نحبس هكذا، ودوك نبدا نستعمل هذا فوالا هكذا، ما يتكسروا ما يتشقوا ما يصالهم والو. دوك نحطهم برك هكذا، ومن بعد كي نجي حنقليهم نسقمهم، وان شاء الله يعجبوكم وجربوهم. ولا فخص تاع اللوز اي باينه كيما مولفه نديرها، ثلاثة لوز وواحدة سكر، ثلاثة لوز مغرفة تاع السمن شوية تاع القرفة ندمي كويغا كافي تاع القرفة ونطمها بالمزهر. وانا نحبها هكذا، ما نحبهاش حربوش، نحبها هكذا باغبيا هكذايا. انا المحنشة تعجبني بهكذا، ما نحبش نديرها حربوش ونبدا نستف هكذا فيهم، تعجبني هكذا كيما تاع بكري فوالا. هانيك شوفوا كيفاش راني نكور فيهم، ومن بعد نحكم هاد هادوما هي اللي نبدا ندور فيها باش ما تتقطع لك ما يصرى لها والو. هنا دوك نبدا نقلي فيهم، شوفوا هام ليك شوفوا كيفاش جاو. هنا دوك درتهم في ليمول راني نقلي فيهم، نبدا نقلي باسكو المقله دي مضيقه شويه، راني نقلي بالوحده. كي نقليها بك تبدا تحمر بك شويه من الفوق وتقلبيها، تعرفي طيح نورمال سامبل. فوالا هاي ليك شوفوا كيفاش جات. دوك نحي هذاك لو مول هاملي كم تقلاو، دوك نقلبها فاسيلمون وتشوفوا القهوه نتاعها. فوالا هاي ليك. هاملي بعد ما وجدوا ان شاء الله يعجبوكم، جربوهم ان شاء الله نفيدكم، وان شاء الله نكون خفيفه عليكم، وربي يقدرنا ويقدركم. والمحنشة ما كاش لي ما يعرفهاش، وجات ما شاء الله، والبنة ما عندي ما نقول، مانيش نشكر في روحي، وان شاء الله كما قالك ان شاء الله نفيدكم بالمزيد والمزيد ان شاء الله يا ربي ويقدرني.